جامعة المنصورة كانت من ضمن المحطات اللي تفقدها سيادة الرئيس، واستمع لشرح مفصل عن إمكانات الجامعة التكنولوجية والتطبيقية. واحدة من الحاجات اللي كانت مبهرة جدا شكل الجامعة، طريقة تنفيذ وتصميم جامعة المنصورة، ومهندس المشروع تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. معانا على تليفون مهندسة لميس معوض، مسؤولة عن مشروع جامعة المنصورة الجديدة. مهندسة لميس، مساء الخير على حضرتك، ومبروك، صرح كبير وواضح جدا انه متميز. مهندسة لميس، مساء الخير على حضرتك. ألو، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي مهندسة لميس. مهتمين جدا نعرف أكتر عن جامعة المنصورة، تفاصيل إنشائها والتخصصات الأساسية اللي موجودة فيها. هي جامعة المنصورة الجديدة موجودة في المرحلة الثانية من المدينة، مساحتها 127 فدان، وفيها مجموعة مختلفة جدا من كليات. هي فيها 14 كلية زي إدارة أعمال، معاملات قانونية، علوم وهندسة منسوجات، كلية هندسة، كلية علوم حاسب، علوم أساسية، طب أسنان، صيدلة، علوم اجتماعية وإنسانية، كلية إعلام واتصال، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التمريض، وكلية الدراسات العليا. هم توتال 14 كلية، اشتغل منهم كمرحلة أولى 7 كليات أو 8 كليات سوري، بداية من العام الدراسي الماضي. اشتغلوا في أول مبنى تم تشغيله في الجامعة، وهو مبنى كلية القانون الدولي وإدارة الأعمال. مع بداية العام الدراسي الحالي شغلنا مبنيين كمان، هما مبنى كلية الطب الفم والأسنان والعلوم، ومبنى كلية هندسة المنسوجات. إيه المختلف مهندسة لميس، نقدر نقول اللي بتقدمه هذه الكليات من جودة التعليم واقترابه من سوق العمل يخليها تصنف واحدة من الجامعات اللي بتقدم تعليم مرتبط أكتر بالحياة العملية؟ هو ده يعني التميز الجامعة بنشوفه، يمكن في حاجتين. في حاجة أولانية هي الجزء الملموس أو المباني نفسها والخدمات الموجودة في الجامعة، والجزء الثاني مختص أكتر بالخدمات التعليمية أو نظام التعليم نفسه والكوليبريشن اللي بتعمله الجامعة مع المؤسسات الثانية. كل ده في النهاية بيقدم للطالب تجربة تعليمية مختلفة جدا عن المؤسسات يمكن التقليدية أو القديمة أو كده. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وببارك لحضرتك على هذا الافتتاح بالأمس. أنا عارفة أنه جامعة بتعمل بالفعل. مهندسة لميس معوض، مسؤولة عن مشروع جامعة المنصورة الجديدة، شكرا لحضرتك.